خليني شوية أكلمك عن الفنار. الفنار من أحد عجائب الدنيا السبع، اتبنى في عهد بطليموس الأول وكمل بناؤه بطليموس الثاني، كان على يد المهندس سوستراتوس سنة 280 قبل الميلاد. الفنار طوله 120 متر، مكون من 4 أدوار مبني على الطراز البابلي. يعني ايه الطراز البابلي؟ الطراز البابلي لو انت بصيت كده للفنار هتلاقيه كل ما بيطلع لفوق كل ما بيصغر. الدور الأول في الفنار كان الطول بتاعه 60 متر، كان مكون من 300 أوضة، كان ساكن فيها الناس اللي شغالين في الفنار بجانب المعدات اللي لتشغيل الفنار. الدور الثاني كان طوله 30 متر، كان على شكل مسمن. الدور الثالث كان طوله 15 متر مستدير الشكل. اما الرابع بقى فكان عبارة عن 8 أعمدة من الرخام والجرانيت، عليهم قبة فيها تمثال من البرونز طوله 7 متر للإله بوسايدون إله البحر عند الأساطير اليونانية. الأحجار اللي استخدمت لبناء الفنار كانت عبارة عن حجر الجرانيت كان جاي من أسوان، الرخام كان جاي من اليونان، البرونز، الحجر الجيري، الجران دايورايت كان من محاجر إبراهيم باشا في أسوان، الجرايواجي كان من مدينة الحمامات في الصحراء الشرقية. الفنار فضل شغال لحد سنة 700 ميلاديا، بس بعد كده المصباح بتاعه وقع. يقال ان ما كانش حد بيعرف يهاجم مصر بسبب المراية بتاعت الفنار، هي مش موجودة دلوقتي في الفيديو، بس المؤرخين قالوا ان المراية دي كان لو بصيت فيها تشوف اللي بيحصل بالظبط في القسطنطينية وفي شرق البحر المتوسط وفي اسيا الصغرى، فما كانش حد بيعرف ياخد اساطيله وينزل مية يعني عشان يجي مصر ان هو كان بيتشاف. فواحد من اباطرة العصر البيزنطي جات له فكرة، راح بعت للخليفة قال له خلي بالك كنز الاسكندر الاكبر مدفون تحت المصباح ده. فجال الخليفة راح حادد اخر دورين في الفنار. دي ما كانتش اول ولا اخر مره يدمر فيها الفنار. سنه 702 حصل زلزال قوي جدا تقريبا هد معظم اثار اسكندريه منهم الفنار، بس اعاد ترميمه تاني، ودي ما كانتش برضو اخر مره يدمر فيها الفنار، لان انت اي حد بيجي يهجم على مصر اول حاجه بيكسرها كانت الفنار. فالفنار اتدمر وترمم واتدمر وترمم لحد القرن ال15، جه زلزال عنيف جدا هد الفنار ودمره تماما. فجاء السلطان قايتباي المحمودي سنة 1480 وبنى القلعة بتاعته مكان الأنقاض بتاعة الفنار، ويقال إنه بنى أصلا القلعة من الأحجار اللي كانت مستخدمة في بناء الفنار. انت أصلا لو نزلت حوالين القلعة في الحتة دي في المية هتلاقي بقايا الفنار موجودة لحد دلوقتي، لو انت حابب تشوفها من غير ما تنزل المية هتلاقيها موجودة في المتحف المفتوح في كوم الدكة.